يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى تحول المبتزون الأفراد إلى عصابات منظمة ومحترفة وتنتشر في أنحاء العالم. هناك مجموعة تراي إيفل روسيا، ظهرت هذه المجموعة أول مرة في إبريل 2019 وتعتبر واحدة من أكثر عصابات برامج الفيديو قسوة. في مارس 2021 هاجمت راي إيفل شركة إيسر للإلكترونيات وطلبت 50 مليون دولار فدية. وهناك عصابة كونتي سيئة السمعة التي تتصدر عناوين الصحف منذ عام 2018، والمثير للدهشة أنها تدير موقعا إلكترونيا تحت عنوان كونتي نيوز لنشر البيانات المسروقة في حالة عدم دفع الفدية. قامت كونتي باستهداف في المدارس العامة في إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا في إبريل 2022 وطالبت بفدية قدرها 40 مليون دولار. وفي كوستاريكا اضطر رئيسها إلى إعلان حالة الطوارئ بعد هجمات كونتي على العديد من الوكالات الحكومية. هناك عصابة ثالثة تسمى دارك سايد، تستهدف الشركات الكبرى لابتزاز مبالغ كبيرة من المال. يعتقد البعض أن مقرها في أوروبا الشرقية، بالتحديد في مكان ما بين أوكرانيا وروسيا. واعتقد آخرون أن دارك سايد لديها امتيازات في العديد من البلدان منها بولندا وإيران. في مايو 2021 نفذت دارك سايد هجوما على خط الأنابيب كولينيل الذي يخدم 17 ولاية أمريكية وطالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار. وهناك أيضا عصابة دوبل بايمر في كوريا الشمالية، وتستهدف شركات النفط وصناعة السيارات والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ، وتسببت بالفعل في وفاة مرضى ألمان بعد أن هاجمت إحدى المستشفيات. تصدرت دوبل بايمر عناوين الصحف عندما نشرت معلومات الناخبين في مقاطعة هول بولاية جورجيا الأمريكية.